ليكيب تيم لعبت في برشا جمعيات دول الثيابيه في الكلوب في المنتخب ايضا اكيد برشا ملاعبيه لعبت معاهم باش تحط لي روحك انت رقم 10 وتعمل لي تشكيله نتاع احسن ناحية انا روحي ونحط نعمل تشكيله خير اه ما يصيرش خلي نحط راجل وراخ باهي جول فاروق المصطفى جول على اليمين ريدروا ريدروا يهب المبارك في اللاكس خالد السويسي وبلا لايف على اليسار على اليسار فما حاج مبروك في بنزرت فما سيف العكرمي واحد منهم حسيلو حاطه اي اختار واحد حاج مبروك باهي حاج مبروك اي تروا بيفو نحط الكسيس اي و احمد حران لعبت مع وشكر برقاوي ثلاثه تروا بيفو شكر برقاوي اي قدام نحط زهير ذوادي وزهير ومصعب ساسي وون بوانت امير العكروت ولا حمزه المسحتي واحد منهم اختار لي واحد يا خويا اختار لي زوز نذكر خاطر كورت معاهم برشا ونعرف الكاليتي وبون هما الكاليتي مش كيف كيف اما حمزه ما يتغشاش مني امير العكروت كانت هذه ليكيب تيم ليكيب تيم بعد ما اخترت التشكيله انا ما نلومش المدربين اللي خويا انت وحدك روحك على البنك خليهم هما يلعبوا يعطيك الصحه شكرا لك نور شرف